بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. دروس من الحج المبرور. الدرس السادس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات مجددا مع هذه الدروس القيمة الذي نستمع إليها من فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بكم الشيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم. شيخنا الكريم، نود أن تتحدثوا للإخوة والأخوات في إذاعة القرآن الكريم في هذا الدرس عن موضوع مهم، ألا وهو استشعار التقوى والخوف من الله والحاج في الأماكن المقدسة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يجب أن يكون الحج والعمرة وسائر الأعمال مبنية على تقوى الله سبحانه وتعالى، والتقوى هي طلب الوقاية مما يسيء إلى الإنسان، وذلك بطاعة الله سبحانه وتعالى. سميت طاعة الله تقوى لأنها تقي من العذاب وتقي من سخط الله سبحانه وتعالى، فهي وقاية وتقوى. والحج فيه كثير من الآيات توصي بتقوى الله سبحانه وتعالى، واتقوني يا أولي الألباب. فالله جل وعلا يريد من عباده أن يتقوه، من رحمته بهم أنه يوصيهم بتقوى الله. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، أي اجعلوا بينكم وبينه وقاية من غضبه وعقابه، وذلك بطاعته سبحانه وتجنب معاصيه. فالحج إذا أصلح الله نية الحاج وأداه على الوجه المطلوب فهو وقاية من عذاب الله، أكبر وقاية من عذاب الله. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فالمسلم لا يحج مجاراة للناس أو رياء وسمعة أو يحج لأجل طمع الدنيا، وإنما يحج لله عز وجل خالصا لوجه الله، صوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا في الحج وفي غيره من جميع الأعمال، ولكن في الحج يقول الله جل وعلا: وأتموا الحج والعمرة لله. أتموا أي ائتوا بمناسك الحج، لا تنقصوا منها شيئا، لله يعني خالصة لوجه الله عز وجل. فالمسلم يجب عليه إذا توجه للحج أن يستشعر أنه مقبل على الله، وأنه مقبل على بيت الله العتيق، وعلى المشاعر التي جعلها الله مواطن للعبادة، فيكون على أهبة الاستعداد لأن يستغل وجوده في هذه الأماكن بطاعة الله عز وجل، تقرب إليه. فق الله الجميع لما يحب ويرضى، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. شكر الله لكم يا شيخ صالح، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم الأمة الإسلامية. في الختام تقبلوا تحيات زميلي مهندس الصوت عبد الله المواش الذي سجل هذا اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.